طيب تعال بقى نشوف اخر بارت اللي هو الكنترولر. الكنترولر يا جماعه هو وظيفته سهله جدا. الكنترولر هو عامل زي الريموت كنترول بتاع التلفزيون، انت بيجي لك امر وبعدين بتعمل راوتنج، بتحولني من حته لحته، بتملى حاجه او بتفيل حاجه وبتمشيني من مكان لمكان. الكنترولر من الاخر احيانا بنسميه راوتنج، بندلعه وبنسميه راوتنج او الروتنج. فكرته ان هو ده الفيرست بيج بتاعتك، انت بتنادي على الصفحه دي، بتنادي على صفحه الكنترولر، بيبتدي ينادي مثلا هنا على بيعمل اوبجكت من الفيو شو اول ستودنت فيوز، يبقى يروح على الفيو هنا ادي شو اول ستودنت فيو، يسلكت كل الستودنتس يطبعهم. طيب عنده مثلا حاجه تانية، اطبع لي الستودنت رقم 2، هات لي الداتا بتاعت الستودنت رقم 2 اهو، شو ستودنتس ديتيلز، عبي منهم اوبجكت او اعمل اوبجكت من الموديل وبعدين اعمل له باس للفيو، فالفيو بعد كده ياخد اهو الاوبجكت رقم 2 ياخده كاوبجكت ويفكه ويطبع التفاصيل اللي جواه. ممكن مثلا تعمل هنا اهو، شايف الايف ستيتمنت دي، هي ده ملخص الكنترولر، هو ملخصه بقى في الايف ستيتمنت الجميله دي، ان هو بيجي له ريكوست اوف اي دي، يعني لو كان جاي لك اي دي رقم كذا حضر بيه اوبجكت واطبع التفاصيل بتاعت الاوبجكتس من الفيو. طب الريكوست اوف اي دي ده هيجي لك منين؟ ده هيجي لك من البيج بتاعتك. يعني تعال نبص كده على الرن، ادي الكنترولر. طبعا انتوا هتلاحظوا هنا انا داخل هنا على الكنترولر على طول اهو، ستودنت كنترولر داخل عليه دايركت. فلو انا داخل عليه دايركت هيدسبلاي الستودنت رقم 2، هيدسبلاي كل اليوزرز. طب دخلت على هشام خميس ده مثلا، كويس، هتلاقي هنا طاير كده اهو، ادي اي دي بتساوي 3. طب اي دي بتساوي 3، يبقى لو جالك ريكوست اوف اي دي فروح عبي اليوزر اللي اسمه 3. جالك هنا اي دي رقم 2، روح اطبع لي التفاصيل بتاعت الاي دي بتاعت رقم 2. جالك هنا مش عارف اي دي بتساوي 6، روح اطبع لي اهو ادي الاي دي رقم 6. يبقى الكنترولر بيجي له هنا ريكوست براوتنج، هنا مثلا الاي دي بتساوي 6. طبعا ممكن بقى يبقى هنا مثلا جاي له ايه، اي دي بتساوي 6 مثلا. طبعا الفكره بتاعت ان الاي دي تبقى طايره كده مش حلوه، لكن يعني ده مش موضوعنا. اند مثلا كوماند ايكوال اد، يبقى انت كده عاوز تروح تعمل اد. طب ممكن يجي له هنا كوماند بتساوي ابديت. فانت علشان كده هتلاقي دايما، وهنا بقى دي الحته انا عاوز اقف عندها، دايما هتلاقي الكنترولر مقسوم لمجموعه اف ستيتمنتس. اف ستيتمنت، طب اف ان از ست وكان جاي لي ريكوست، او البوست كان جاي لي باد، طب لو البوست جاي لي بابديت، طب لو البوست جاي لي بديليت، وكل واحد بقى منهم انت بيوجهه بيعمل توجيه. طب لو كان جاي ابديت يبقى نادي على الموديل للابديت، لو كان جاي لو جاله مثلا اد يعبي الاوبجكت بتاع الموديل وبعدين يروح يعمل اد في الداتابيز، طب جاله ابديت يعبي الاوبجكت بتاع الموديل وبعدين يروح يعمل ابديت في الداتابيز. ففعليا هتلاقي دايما الكنترولرز دايما عباره عن اف ستيتمنتس، بياخد انبوت من الفيو يحط بقى فاليديشن اف 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 ستيتمنت اف ستيتمنت اف ستيتمنت، وبعدين يروح ينادي على الموديل يا ابديت يا ديليت يا انسرت. وخد بالك الكنترولرز كلهم هم فايدتهم، او انت عامه لما تيجي تعمل اي ابلكيشن انت غالبا بتعمل واحده من دول، يا بتعمل كريت اللي هي انسرت، يا اما بتعمل ديليت، يا اما بتعمل ابديت، يا اما بتعمل سيرش او سيلكت. وهو ده الفكره بتاعت الموديل فيو كنترولر، زي ما قلت لك كده هو تقسيمه. طبعا تيجي تسال هو، طبعا انا بقى دلوقتي عاوز اغير الايف ستيتمنتس بتاعتي، عاوز اعدل، عاوز اغير الروتينج يبقى هغير في الكنترولر، عاوز اغير في الفيو يبقى هغير في قصدي الاتش تي ام ال هغير في الفيو. طب انا بقيت كنت شغال ويب ابلكيشن بقيت شغال موبايل ابلكيشن، يبقى هغير الفيو بس والكنترولرز هيفضلوا ثابتين والمودلز هيفضلوا ثابتين. طب هغير الداتا ريبريزنتيشن من ماي اس كيل لاكسس داتا بيز، يبقى هروح اغير في المودل بس ومش هغير لا في الفيو ولا هغير، وهكذا بقى. هو ده الفايده بتاعه الموديل فيو كنترولر، وهو ده الباور الحقيقي بتاعه.